الأهلي الوطني للمنتخب الوطني، تحب تبدأ بالمنتخب الأول ولا المنتخب الأولمبي؟ لا، نبدأ بالحاجة الحزينة عشان ننتقل للحاجة السعيدة، فنبدأ بمنتخبنا الأول اللي حقيقي يعني أنا مش قادر أدرك إيه فكرة إن إحنا نظهر بالمستوى ده. لاعبين مميزين، وأنا ممكن يا أحمد كان في بيننا جدل قبل الحلقة، أنا مقتنع تماما إن أكيد في أحسن عند اللاعبين دي، ولكن أنا مقتنع تماما برضو إن دور المدرب الفني أو المدير الفني بيفرق كتير جدا. إحنا ممكن نبص يا أحمد ونشوف أداء تريزيجيه، لسه عامل مباريات رائعة وهو أون فاير زي ما بنقول مع أستون فيلا، وممكن نيجي نشوف لاعب زي حسين الشحات كان في مستوى عامل ازاي. لاعبين كتير جدا كانوا بيشاركوا ظهروا بمستويات مخالفة تماما ومغايرة للمستويات اللي هم عليها. في رأيي سهل جدا تمتلك أدوات جيدة، ولكن توظيف الأدوات واستغلالها هو أحد أهم أسرار كرة القدم مهما كان مستوى المنافس. على فكرة الفريق اللي كنا بنلعبه الكيني مستواه مقارب لفرق الأهلي قدر يكتسحها بنتائج جدا، حتى لو في محترفين اكيد مميزين، ولكن ما فيش الفجوه اللي تخلينا نقدر نقول، او حتى تقارب المستوى اللي يبرر لينا المستوى يا احمد اللي كان حاصل. ومقتنع ان كان في تحفظات كتير جدا فنيه هنجيلها بعد كده. بس انا خليني اتفق معاك، يعني طبعا جزء كبير جدا بيتحمل مسؤوليته المدير الفني والجهاز الفني، لكن الحقيقه لاعبي منتخب مصر وتحديدا في الظروف دي في الاجواء اللي بيلعب فيها منتخب مصر الاولمبي، وان انت تبقى قدام فريق، انا اسف، فريق متواضع جدا، فريق الكيني، ان انت يجي في جول وباقي حوالي 30 دقيقة ما تقدرش تروح على الجول إلا بكرة وحيدة اللي هي كرة تريزيجيه، الفرصة طبعا اللي هي المركبة، والتعامل الضعيف جدا من حارس المرمى اللي بيؤكد إن حارس المرمى ده لو كنت بس حاولت تختبره كنت أكيد هتنجح في تحقيق الأهداف. فإذا كان المدير الفني بيحمل جانب كبير من المسؤولية لأنه هو المسؤول الأول، أعتقد لاعبي منتخب مصر الكبير عليهم مراجعة أنفسهم تحديدا، ومنتخب مصر الأولمبي بيثبت أداء في رجولة وفي روح وفي إصرار، لأن دي حاجات كبيرة كتير جدا مكملة للفنيات. فأنت غايب عنك الفنيات لكن كمان غايب عنك الروح، غايب عنك الإصرار، ربما اختيارات أخرى بعد انتهاء البطولة المنتخب الأولمبي. أعتقد لازم يتم تغذية منتخب مصر الأول بلاعبين وعناصر كتير جدا من المنتخب الأولمبي، طبعا على رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد اللي عاملين جيم هايل جدا مع بقية زملائهم. قد تفاجأ إن اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الأولمبي قد لا يظهروا بنفس القدر مع المنتخب الاول، لان احنا ما نقدرش ننكر ان في اسماء قويه في المنتخب الاول ومستحيل ده يكون مستواها، ولكن في قاعده يا احمد احنا بنتكلم في كره القدم في التاكتكس، هاو تو بيلد اب، انت بتبني ازاي. انا امبارح وانا بتفرج مستحيل يكون في اي حاجه متقاله في بناء الهجمه مهما كان كلام مرسل، انما طريقه التدرج بالكره انا مش فاهمها. فكره ربيعه اللي كان موجود، محمود علاء ومستواه جنب حجازي، وفكره التشابه في الادوار ما ادكش الحلول، ما ادكش المساعده، حتى التغييرات بالظبط، تغييره النني قاتله. انت متقدم على كينيا 1-0 وبتحاول تنزل النني على حساب مجدي قفشه اللي هو صانع لعب، ويقدر كمان انت بدل الجول 2 بتحافظ على هدف امام فريق متواضع للغايه اللي هو كينيا، وتكون اول لمسه تقريبا للنني اللي هي عقاب على او بروازه التغيير الخاطئ. جدا يا احمد. طب ندي انطباع للمتفرج والمتلقي ايه لما انا متقدم على كينيا بهدف على ملعبي، بخرج صانع الالعاب اللي بيلعب في مركز رقم 10 وبنزل لاعب وسط مدافع. انت هنا وصلت لعقليه اللاعبين في الملعب ان انا عايز احافظ على الهدف. هو ده احمد اللي بتكلم فيه، هو ده تحديدا فصل القول، ان اللاعبين في كلام متقال لهم على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي وعلى مستوى الشغل التاكتكس في الملعب في مشكله. عايزين نتكلم في حاجه انا ازعم ان هي من الحاجات القلائل اللي كانت كويسه في الماتش. اتكلمنا المره اللي فاتت في الحلقه واتناقشنا عن مشكله المهاجم. النادي قلنا المهاجم بالضبط. الوهمي، واقترحنا اسم كهربا، وانا كنت سعيد لما شفت كهربا، وانا شايف ان رغم مستوى كهربا في المباراه اللي هو مش افضل حاجه عنده، دي من الحاجات القليله اللي كابتن حسام عملها صح. ليه؟ انت يا كابتن حسام حاولت تحل المشكله، بس في نفس الوقت لو انت عندك التوجه ده تجاه كهربا ازاي ما كانش موجود بدري؟ عملت نص الصح يا كابتن حسام، نص صح لا يكفي، يعني اللي هي من اصدق المراحل المباريات اللي احنا لعبناها الوديه، طالما هتشتغل عليه في المباريات الرسميه ليه ما استخدمتوش في المباريات الوديه في المركز الكلام ده ويدينا برضه حاجه تانية، خلفيتك او السيناريو اللي انت بتحضره كمدرب ان انت دفعت بكهربا، ده حل استثنائي ان انت تلعب كهربا في المركز ده، حل استثنائي، ولكن الحلول الاستثنائيه دي محتاجه تحضير. ما صحيتش فجاه اكتشفت ان انا عايز العب كهربا في المركز ده، وعشان كده انا مصمم يا احمد ان في خلل كبير جدا فني كان في المباراه دي، واتمنى تداركه
واتمنى تجاوزه، لان الامور مش بالسهوله اللي احنا مقتنعين بيها لو فضلنا ماشيين بالمستوى. ربما موضوع كهرباء تحديدا يا فارس كاستخدامه في مباراه رسميه وعدم استخدامه في المباريات الوديه كان مرحله تمهيد لقبول بعض الاراء لوجود كهرباء في المنتخب. اعتقد اتكلم فيه ده وان كان حقيقي يبقى كارثه. ما انا بتكلم في كده، وان كان وجود احمد حجازي في نفس المكان برغم انه برضه ما بيشاركش بشكل مستمر مع فريقه برضه بيطرح التساؤل، يعني اشمعنى ما حدش اتكلم على حجازي خالص والكلام كان فقط محوره كهرباء.